يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتوره هديل صالح حياك الله معانا. الله يحييك دكتور محمد وشاكره استضافتك لي اليوم. الله يسلمك ان شاء الله دكتوره. دكتوره حضرتك استشاري في تخصص امراض الدم وايضا التخثر والسيوله وايضا امراض السرطان اللي عاده تكون في الدم. صح. دكتوره يمكن تكلمنا قبل فتره طويله في استضافه جميله لك، تكلمنا يمكن عن مرض اسمه الهيموفيليا. صحيح. دكتوره هالمسمى نوعا ما غريب، لكن قاعد تصير عليه فعاليات عالميه، ما ابي اطول في المقدمه، كلميني عن هذا المرض دكتوره. الهيموفيليا باختصار هو يعتبر من امراض السيوله، كون احنا يعني شرحت انت بالمسمى الوظيفي. نعم. السيوله آليتها شلون تصير؟ كلنا احنا عندنا سيولة وتخثر، كلنا في معادلة بجسمنا توازن بين السيولة وبين التخثر، كون ان احنا كلنا مشتركين ان في دم بجسامنا. صحيح. المعادلة هذه معادلة ربانية، يعني رب العالمين خلقها بموازين بشرايين ببروتينات بصفائح دموية توازن وتعادل موضوع انسيابية الدم في الأوردة عندنا في الجسم. ممتاز. لو صار عندي خلل سواء كان في الوريد أو كان في البروتينات اللي في الدم أو في الصفائح الدموية يصير الجسم عرضة للسيولة. لو بتكلم بالتحديد عن الهيموفيليا، الهيموفيليا ياخذ الشريحة الثانية اللي هي خلل في بروتينات الدم. تمام. تتوقع كم بروتين عندنا في الدم يسيطر على السيولة والتخثر؟ كثير؟ وايد. لكن خلينا نتكلم عن أهمهم، في 13 بروتين مثل المسباح. صحيح. كل واحد متصل بالثاني. عشان أنت تكمل السبحة وتكون متوازنة كلها لازم 1 و2 و3 و4 و5 لغاية بروتين رقم 13. تمام. لو قطعت السبحة في أي خرزة من هالخرزات، قطعت 5 ولا قطعت 7 ولا قطعت 8، إيش بيصير في السبحة؟ تفرط معك. تمام. فهذا اللي يصير عندنا السيولة أو النزف. ممتاز. نركز شوية مع الهيموفيليا. الهيموفيليا يعتبر نقص في يا أما بروتين 8 أو 9 أو 11. ليش قاعدة أقول الأول؟ لأن عندنا 3 أنواع هيموفيليا. نعم. هيموفيليا ألف، هيموفيليا باء، هيموفيليا جيم، ترجمتها A و B و C. تمام. A تعتبر الأكثر شيوعاً مقارنة في B و C، يليها B والنادر منهم اللي هو يعتبر جيم أو C. تمام. ألف، هيموفيليا ألف، عندي نقص في عامل بروتين رقم 8 في الجسم. لو صار عندي نقص في هذا العامل يصير المريض عرضة للنزاف. شنو يعني نزاف؟ كم مرة تجرح إيدك؟ كم مرة تعرضت حق جرح؟ لو أنا وياك انجرحنا الحين، طحنا أو لا سمح الله حادث صار لنا، ممكن ننزف على ما عيوننا المسرفين، يتجلط الدم يوقف. صحيح. قلت يتجلط الدم. هذا بفعل يعني البروتين له دور من سلسلة عمليات اللي تصير حق تخثر الدم. ممتاز. مريض الهيموفيليا راح يتم ينزف 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 لأن السبحة اللي عنده متفككة، ما عنده عامل 8 أو عنده، فما يتجلط. بالضبط. ياخذ وقت طويل على ما يتجلط، لأن فعالية عامل 8 عنده أو كمية عامل 8 في دمه جدا قليلة. يعني يدوب خلينا نقول احنا بالكويتي هبابة، يعني ها يدوب يجمع الدم. وفي أغلب الحالات اللي تكون شديدة لا، يكون عرضة للنزف ما إني أتم أعطيه تعويض حق العامل اللي هو ناقص عنده. ممتاز. زين دكتورة، أنا أعتقد أن هذه الحالة أيضا مشابهة حق مريض السكر نوعا ما، إذا مثلا صار عنده جرح ممكن تسبب له أيضا مشكلات، لأن دائما مريض السكر يصير عنده مشكلات حتى في الجرح. مرض السكر شوي الموضوع متشعب أكثر. كون السكر ما يأثر بس على البنكرياس نفسه أو على نسبة السكر اللي في الدم، لا، أنت تتشعب توصل للعيون، توصل للجلد، توصل للأطراف. عشان كذي عندنا عيادات قدم السكري. صحيح. لأن عندهم الأعصاب والتشكيل الوريدي حق القدم يتأثر مرض السكر. مرض السكر يضرب أكثر من سيستم بالجسم. طبعا هذا في حال عدم سيطرة عليه، سيطرة عليه أو تسوي له ويل كنترول من البداية، فأنت خلاص تتحمل عواقب مرض السكر. لكن مريض الهيموفيليا لا، هو انولد، هو طلع الدنيا ما عنده البروتين هذا. ممتاز. فالسيولة عنده أو وضع النزاف عنده ما يتقارن مع مريض السكر. ممتاز. دكتورة هذه الموضوع وايد مهم وكبير وراح نتكلم عليه بشكل تفصيلي أكثر بعد الفاصل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيخ مع دكتورة هديل الصالح.
يا هلا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل دكتورة هديل، كنا قاعد نتكلم عن مرض النزاف أو الهيموفيليا. هذا المرض اللي بينتي لي شلون يعني بشكل طبي شلون يصير وشنو الخلل بالضبط اللي يصير في الدم عند أصحاب هذا المرض. ودكتورة وصلنا حق إنه عندهم مشكلة إنه ما يوقف عندهم الدم. زين دكتورة، يمكن بتخطى كم نقطة في نقاشنا عن هذا المرض، لكن لو شخص مثلا في هذا المرض لا سمح الله نفس ما قلتي صار معه حادث أو مثلا صار جرح، دكتورة كإسعافات أولية شنو الطريقة ممكن نسويها لو صار في جرح معين ومو قادر نوقف الدم اللي عنده؟ سؤالك وايد حلو. كون مريض الهيموفيليا مريض يتشخص يعني خلال السنة الأولى من عمره، أو في بعض الحالات يتشخصون عند الولادة، لأن هذا مرض وراثي. لو رجعنا بآلية المرض أو توارث المرض هو يصيب الذكور في الغالب، لكن ممكن البنات يكونون حاملين للمرض، وممكن في حالات نادرة جدا يكونون فعلا مصابين بالمرض حالهم حال الذكور، لكن الكفة العودة تصير مع الذكور. فكون الشخص هو متشخص ما في مريض هيموفيليا عنده مرض الهيموفيليا خصوصا النوع الشديد او النوع المتوسط ما يكون على ادويه احنا نسميها الادويه وقائيه علاجيه، بحيث ان المريض ياخذها عن طريق حقن وريديه، يا اما مره بالاسبوع مرتين بالاسبوع على حسب الدوله، لان في دول توفر لك دواء طويل المدى، في دول توفر لك دواء اللي هو قصير المدى، وفي الحين من فعاليات الادويه الجديده المستخدمه شيء يسمونه اشباه عامل 8. الحقنه تكون تحت الجلد نفس ابر السكر. تمام، ممكن ياخذها في البيت، ممكن ياخذها في البيت ممتاز. وممكن حتى الوريديه ياخذها في البيت، لان هذا المرض مديم معاه، راح يضل معاه طول عمره. زين دكتوره، الموجود عندنا بالكويت هل طويله المدى ولا كل الانواع؟ ما شاء الله كل الانواع متوفره، والحين بعد اللي جاي بالطريق يعني خلال خلينا نقول هالشهر، يمكن هذا الحين بيكون حصري في حوارنا، ان في دواء اخذ ابروفل عالمي ان نقدر نبلش فيه ونعطيه حق الاطفال ممتاز. والكبار في نفس الوقت. الفكرة من هالدواء مو بس انه هو طويل المدى، هو راح ينعطى وريدي مو تحت اليد. الفكرة منه انه لو انا عطيت مريض الهيموفيليا ابرة واحدة بالاسبوع راح تخليه مريض طبيعي، يعني كمية عامل 8 اللي في جسمه تتم 40% وهي المستوى اللي انا اطمح له، وهذا بالنادر ان احنا نوصل له باي دواء علاجي، ويتم معاه 7 ايام. وكون المرض يصيب الذكور فهذه تعتبر بشرة لهم. صحيح. إن أنت خلال هذا الأسبوع تمارس حياتك طبيعي. الاجتماعية الحياتية العادية الرياضية الرياضية أحسنتي، لأن ذكور صحيح. يحبون الحركة، تعور أو طيح أو كذا، فيوم اللي يأخذ الإبرة نقول له روح دربك خضر وتمارس الرياضة اللي أنت تبيها مدة أسبوع، أسبوع كامل ممتاز. والأسبوع اللي وراء نقول مثلا نحن نحط له آلية. أنا في الغالب طريقتي في العيادة شو أقول لهم؟ شنو يوم اللي عندكم يوم رياضي في المدرسة، وشنو يوم الزوارة اللي عندكم؟ هذا في حالة علاج الدواء اللي يكون مرتين بالأسبوع. تمام. فوقت اللي يكون عنده هالأنشطة أو أي حركة زايدة أخلي الإبرة بيومها كنوع من تحصين حق الجسم، وأنا أعطيه فعالية عامل 8 اللي ناقص. الدواء هذا لا، لو أعطيه أنا كل سبت وأقول له يلا العب من السبت لدور بالضبط، وأعطيك الجرعة الثانية. هذه راح تسوي مو بس طفرة صحية أو طفرة علاجية، لا، هذه راح تعطيني دعم نفسي كبير حق المريض. أيه. بالضبط، يعيش حالة حال الباجي خصوصاً الأطفال. خلاص أنت محصن، أنت شايف لما نأخذ التطعيمات أو لما خذينا التطعيم وقت الجائحة كنت تحس بأريحية، أوكي لك قابلية أنه ممكن يصيبك لكن مرتاح نفسياً. بس أنت أي نفسياً أنت عندك تقول أنا عندي أجسام مناعة، عندي أشياء مثل سفنجة تمنعني صحيح. من أني أتعور لو طحت. ممتاز دكتورة هديل صالح، أنا صراحة ما كنت أتمنى أن تنتهي وقت الحلقة، لأن ما شاء الله استمتعت وايد خصوصا في المعلومات الحصرية اللي حضرتك تفضلت فيهم. أقدم لك كل الشكر دكتورة. تسلم. الله يسلمك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.